المباريات المتلفزة الجولة 17. السبت 5 فبراير 2022، اتحاد بسكرة يواجه مولودية وهران على الساعة 2:30 زوالا على القناة الثانية. ودات تلمسان في مواجهة شباب الوزداد، المباراة مقولة على القناة الأرضية والأمازيغية على الساعة 2:30. توقيت مباراة مولودية وهران ومولودية الجزائر على الساعة 5 مساء على القناة 6. مباراة الاثنين، اتحاد العاصمة يواجه وفاق ستيف على الساعة 6 مساء على القناة 6. في الأخير لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.